2014 تحت رعاية صاحب القداسة المعظم البابا الأنبا تودروس الثاني وصاحب النيابة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقفنا الحبيب، كورال القديسة دليانا لمستوى إعدادي بكنيسة السيدة العذراء مريم بنشبل يقدم بكل أمانة أجمل ابتسامة، يقدم شهادة حية للمسيح ذبيحة أفراح التسبيح في مهرجان كونوا شهودا نسعى كسفراء يعز بينا المسيح. No.
ايام